أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة المواد التعليمية والتدريبية في جميع المواد الدراسية والمقررة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي للفصل الدراسي الثاني على موقعها الإلكتروني. وأكد الوزير خلال تفقده عددا من مدارس محافظة القليوبية انتظام سير العملية التعليمية، كما شدد أيضا على مدير المديريات بالنزول إلى المدارس لمتابعة عملية الانضباط بالمنظومة التعليمية. نتابع. مع بدء الفصل الدراسي الثاني انتظم سير العملية التعليمية بمحافظات الجمهورية كافة. وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية تفقدوا مدارس المحافظة للتأكد من انضباط العملية التعليمية. احنا عندنا اولادنا بيشتكوا من ان الكتب مش هقول الكتب اللي مش مكررة او الكتب اللي بيشتروها كتب مكلفة جدا، فما كان علينا انا في وزارة التربية والتعليم ان احنا عملنا كتيبات ووضعناها على موقع الوزارة وموقع الإدارة والمديرية والمدرسة كمان، ويقدر الطالب يطبعها أو يشتغل عليها تغنيه، وأنا بأكد اهوت عن أي كتب أخرى يضطر يجيبها بفلوس. إحنا ده رفع عن كاهل الأسرة المصرية، فكان ده واحد من الحاجات اللي كنت بقول للمديرين انشروا الخبر لأولادنا علشان يلجأوا ليها وما يضغطوش على أهليهم إن هم يجيبوا لهم مصادر أخرى بفلوس. يعني 14 أسبوعا يقضيها الطلاب داخل المدارس في الترم الثاني، فالمدارس أنهت استعداداتها كافة لاستقبال الطلاب. طبعا المحافظة الحقيقة دايما بتبقى بتتواصل مع المديرية من خلال التنسيق في كل حاجة الحقيقة، يعني تهيئة الجو المناخي مثلا أو مناخ التعليم في المدارس، من ناحية مثلا الإشغالات اللي بتبقى حوالين المدارس، من ناحية الباعة الجائلين، كل الكلام ده طبعا احنا بنعاون فعلا المديرية فيه. بخلاف طبعا في حاجة مهمة جدا، ان احنا بيبقى عندنا هدف رئيسي مع معالي الوزير ان احنا نخفض الكثافة بالنسبة للطلاب في المدارس. احنا جينا النهاردة في بداية اليوم الدراسي كانت الساعة 7:15، والتلامذة كلهم كانوا ملتزمين ومنتظمين، وهيئة التدريس كانت على أتم استعداد لبداية النص الثاني. 28 مليون طالب وطالبة انتظموا في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني. وزير التربية والتعليم حرص على تفقد عدد من مدارس محافظة القليوبية للتأكد من سير العملية التعليمية. محمد محروس، التلفزيون المصري.